الإعلان جميل وفكرته لذيذة جدا وجديدة جدا علي أنا شخصيا وعجبني. مع الشخصية اللي أنا لابسها الناس ما كانتش عارفاني خالص، هما بيعرفوني لما الناس تتلم عليا وواحد يقول ده وائل جمعة مثلا أو كده، الناس تبدأ تاخد بالها تبدأ تركز فتبدأ تتلم. إنما في البداية أول إمبريشن ما بيبقاش مش معروف خالص مين ده. أنا تمنيت إن أنا بعد كده أبقى كده. الراجل الصعيدي اللي هو اللي بيمثل جزء كبير من مصر وناس طيبة بالفطرة شخصيته عجبتني جدا. أصعب مشهد إحساس الطبيعي وإحساس الحزن اللي أنا كنت عايشه في مباراة غانا اللي هو اللي أنا طلع فيه بشخصيتي الطبيعية، هو ده كان أصعب لأنه فكرني بماتش غانا طبعا وفكرني بحالتي النفسية كانت بعد الماتش عامل إزاي. بولا كأس العالم وائل جمعة البرازيل أحمد ابني يوصل كأس العالم أشوف مصر في كأس العالم مش أحسن من الفرحة دي بصراحة بجد أنا أروح كأس العالم إن شاء الله أنا أروح أعمل لكم طبعا.